تكملة للفيديو تاعنا تاع البارح ضحكنا شوية. اليوم البيجو إكسبير هذا أعطانا تحدي كبير، الحادث خلف الأضرار الكبيرة اللي تشوفوا فيها هنايا. حنخدموا على الهيكل تتبعا للمعايير السلامة، نشوفوا مع بعضنا كيفاش التقني زاكي، وبلا ما ننساو ليكيب كامل تعاونوا ورفعوا لنا التحدي. بعد دراسة لحالة الهيكل واستشارة الزبون تبين بلي عندنا ديفورماسيون كبيرة على الشاسي من الأسفل، الشيء اللي خلانا نستغناو على الشاسي القديم ونرومبلاسيوه بقطعة جديدة كاملة. تبعوا معنا نشوفوا كامل الخطوات اللي حيفوت عليها الهيكل تاع السيارة، النتيجة وملاحظة مهمة في الأخير. Yeah.
فوالا اللي هنا قدامكم النتيجة، ربي يبارك ما شاء الله. بالنسبة للملاحظة، السيارة فاتت الكونترول تكنيك بنجاح، الكليون فرح وكان راضي، وخاصة أنه عند بنفليس موتورز تخرج بضمان 100% على التصليح. شكرا لمتابعينا في الأخير، والسلام عليكم ورحمة الله.